3 2 1 اكشن. شاركت الدورة لأني أنا هاوي التصوير أول شيء، ثاني شيء ناوي إني أدرس إعلام. شفت إن هالمركز هو المركز الوحيد اللي يمكن يفيدني. استفدت كثير من الوركشوب وكتبت ملاحظات ونوتس. The students have been very enthusiastic with asking their questions. They're very engaged in learning and they're now trying their best to apply everything that they've learned today. صح، المحتوى جذاب وطريقة العرض نفسها ممتعة وتشجع الواحد إنه يتابع الورشة لآخر دقيقة. احنا لو نحاول نوصل فكرة عن طريق اليوتيوب او عن طريق السناب او الانستغرام راح يكون افضل، وهذا المركز يعطينا التعليمات والاشياء اللي ممكن تسويها كصوت او كفيديو او كمونتاج. The workshop is really designed to help them apply what they learned today to any aspect of their life.